الحديث بقى اللي بيشغل الشارع الزملكاوي. هتقول لي ايه اللي بيشغل الشارع الزملكاوي الشارع الرياضي؟ كان الحديث عن سفر اوسوريو، راجل سافر اسبانيا. فالناس بقى بدأت الشائعات، واللي يقول لك يا عم ده سافر بلده، اللي يقول لك ده هرب، اللي يقول لك ده مش راجع تاني، كلام كتير قوي وشائعات كتير جدا احنا اتعودنا عليها من خلال السوشيال ميديا لبعض الناس الموجهين ضد نادي الزمالك وضد اي حاجه تخص نادي الزمالك. وبنشوف سكريبت بيتوزع على بعض المواقع والصفحات، وتلاقي ان متن الحديث كله في اطار واحد، لكن كل واحد بيعمله بالتحبيشه وبالبهارات بتاعته. لكن الهدف ايه؟ الهدف انه يشتغل على اي جانب ممكن يصدر بيه شيء سلبي لنادي الزمالك. طيب يا سيدي، ده نادي الزمالك مش مستحمل في الفتره دي، عنده مشاكل والدنيا فتره انتقاليه، اضرب في نادي الزمالك. طب نادي الزمالك واخد الدوري، واخد دوري تاني على التوالي، واخد كاس مصر والفرقه كويسه، اضرب فيه برضه. فايجابي سلبي، فريق ماشي كويس، فريق ماشي بشكل مش في افضل شيء، تلاقي فيه شائعات بتطول نادي الزمالك. ده اللي بنشوفه على مدار سنين كتير جدا، من بعد ما بدأ السوشيال ميديا تبان قوي للناس وتظهر للناس بشكل كبير. فتلاقي ناس يقول لك على فكره اوسوريو سافر بلده وراح اسبانيا، وبعد كده هيسافر لبلده من اسبانيا، وفيلم هندي يعني غريب جدا جدا. والناس بقى بتتفنن، كل واحد بقى بيحط التاتش بتاعه، فيقول لك ما لقاش بقى نتيجه. والكابتن عبد الواحد السيد اتكلم ان الراجل هيرجع يوم الجمعه، الراجل رجع بالامس. فالكلام ده كان من يوم الثلاث، كابتن عبد الواحد طلع ووضح وقال يا جماعه الراجل راجع، والراجل متابع كل شيء، والراجل سافر يوم الاثنين هيرجع يوم الجمعه. فالامر بسيط جدا. كابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام اللي قاد الفريق في الوديه الاولى امام السكه الحديد اتكلم عن ان الراجل راجع، وان الراجل مسلم الجهاز المعاون ملف خاص بالخطط اللي هينفذوها ويشتغلوا عليها خلال الثلاث اربع ايام اللي الراجل هيسافرهم. وناس راحت برضو لحته ايه؟ يعني مدرب، مدرب كبير، اسم كبير، درب المكسيك ولعب كاس عالم وادى اداء ولا اروع، وكسب المانيا في كاس العالم، وعمل شغل كبير جدا وعالي جدا مع منتخب المكسيكي. ولكن يعني الراجل برضه فيه نتائج سلبيه. يعني الراجل مع نادي الزمالك ما كسبش كل الماتشات. ده الطبيعي في كرة القدم، الطبيعي في الرياضة بشكل عام، إن مفيش حد طول الخط كسبان. فالراجل أدى أداء كويس جدا مع نادي الزمالك. اشتغل 14 مباراة مع نادي الزمالك، كسب 9 مباريات، واتعادل مباراتين، وخسر 3 مباريات. ودي نسبة، جمهور الزمالك ممكن ما يبقاش متقبلها بنسبة 100%. في ناس تقول لك لا يا عم، المفروض يعني لو 14 ماتش ده ممكن نتعادل ماتش من ال 14، نتعادل ماتشين، يا عم اخسر ماتش وتعادل ماتش. يعني لولا اختلاف الآراء والأذواق لبارت السلع، مفيش حد بيجتمع على إن حد كويس 100%، لا، هتلاقي في ناس مع، في بعض ضد، ولكن بعض الناس اللي بتصطاد في الماء العكر هم دول اللي بنوجه لهم الكلام. بنقول لهم الحمد لله على سلامة خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك، الراجل رجع بالسلامة امبارح. وراجل كان بيعمل محاضرات في ايفنت مهم في اسبانيا، المحاضرات دي لمدربين شغالين في بعض الدوريات الأوروبية، شفنا منهم حتى صورة مع أوسكار المدير الفني طبعا الكبير. فالراجل ليه قيمة؟ ليه انت كواحد ما بتحبش نادي الزمالك، ما بتحبش اي حاجة تخص نادي الزمالك، تحب تروح للحتة دي اللي هو عادي؟ يعني ايه المشكلة يعني؟ مدرب كبير بس عادي، ده خسر وعمل وسوى.
ما جابتش النتيجة، ده الراجل سافر ومش راجع، ما جابتش النتيجة يقول لك مش عارف الراجل حصل ايه، اي كلام. فاحنا اتعودنا على الشائعات خلاص، نادي الزمالك ارض خصبة للشائعات. زي ما قلت من شوية، في الحالة الكويسة تلاقي الناس بتطلع شائعات ومين هيمشي وزيزو رايح فين وايام حتى بن شرقي وايام ساسي ده رايح فين وجاي منين قبل عقدهم بسنة مثلا، قبل عقدهم والله بن شرقي الناس والاعلام اتكلم على رحيله قبل ما يمشي بسنة. طيب مش عايز انسى كمان ان الراجل لبس تيشيرت احد الاندية وتصور مع مدير تعاقداتهم والصورة نزلت والناس صدقت، افتكروا بن شرقي. وبعض اساتذتنا في الاعلام يعني طلعوا قالوا الرتوش الاخيرة في صفقة بن شرقي وانتقاله لكذا، اي كلام. المشكلة لما يجي اي كلام ده من ناس عندها خبرة، خبرة اكتر من انا شخصيا في الوسط الرياضي، بقالهم في ناس بقى لها 5 سنين وناس بقى لها 10 سنين وناس بقى لها 20 سنة وبيرددوا الكلام ده. فنادي الزمالك دايما ارض خصبة للشائعات، سواء ماشي كويس ماشي الدنيا مش ماشية في افضل شيء، في بعض الازمات في بعض المشكلات تلاقي برضو شائعات. طب النهاردة زيزو وفتوح الاتنين برضو راحوا فين، والناس تقول لك يا عم لا خلاص ده يعني ده الشباب هيبقى كوبري، الشباب السعودي اللي هيدفع 10 مليون دولار. انت بتتكلم لو بنفك كده الدولار بالمصري، انت بتتكلم مثلا في 400 مليون جنيه، 400 مليون جنيه. فانهي كوبري ده اللي هيدفع فيه 10 مليون دولار؟ ده هزار يعني، الموضوع صعب جدا انه يتصدق. فقال لك زيزو ماشي، والراجل طلع وضح الامور، قال نادي الزمالك عايزني انا موجود، نادي ده ليه فضل عليا واسمي اتعرف من خلال نادي الزمالك. اول موسم الراجل ما كانش جاي يعني نجم النجوم، ولكن اصبح نجم النجوم بدعم جمهور نادي الزمالك وباجتهاده. محدش ينكر ان زيزو من اكتر اللعيبة المجتهدة في الكرة المصرية. زيزو لعيب عنده مجهود وافر جدا، لعيب عنده احترافية. الكلام بيطلع من لسانه حتى في اي تصريح ليه، في اي كلام ليه، لا كلام موزون بيطلع من لعيب عاقل، من لعيب واعي، عارف ان هو ما ينفعش يضحك على الجمهور بكلمتين، ولا بيجي يعيط ولا يرفع النضاره ولا يقول انا من زغري ولا يقول انا من كبري. راجل لا، راجل قال انا نادي الزمالك، انا ملتزم مع نادي الزمالك، لو اداره نادي الزمالك عايزه تمشيني همشي، لو شايفين ان انا موجود انا موجود، وانا مختار الوجود والتواجد والاستمرار مع نادي الزمالك. ده شيء برضو في منتهى مش عايز اقول والله يعني، بس ايه الواحد بيختار الالفاظ اللي ينفع تتقال، حاجه في منتهى الضحك. بيلبسوا تيشيرت للعيب ويخلوا اللعيب ده سافر فين وراجع على فين، ويخلوا لعيب ده مضى وفاضل بس مش عارف ايه، ويقول لك ده اللعيب ده قعدوا معاه فين والساحل كل ده كلام في الاي كلام، كلها شائعات. ده لو ركزنا ورجعنا فترة يعني فترة مش بعيدة قوي، زي ما قلت لك هتلاقي أشرف بن شرقي قبل ما يمشي بسنة ده ماشي، فرجاني ساسي الراجل برضو قعد، خلي بالك فرجاني قعد لآخر عقده وبن شرقي قعد لآخر عقده. يمكن بن شرقي وأنجم من اللعيبة اللي خرجوا زي ما بتقال كده من الباب الكبير، هم مشيوا بعد التتويج ببطولة، فده كان أمر إيجابي جدا محدش يقدر ينساه، وليهم دور مع نادي الزمالك في كل البطولات اللي حصل عليها في السنين اللي فاتت، ده أمر ما ينفعش حد ينكره. ساسي يعني مشي بدري شوية، ولكن مش هننكر إن الراجل كان لعيب مميز جدا وجمهور نادي الزمالك بيعشقه،
كان لعيب ايجابي جدا في الفريق ولعيب مهم ولعيب ليه تقله، فمحدش هينكر ده، ده برضو امر مفروغ منه. طيب لو رجعت ورا شويه تلاقي برضو بعض اللاعبين التانيين اللي بيتقال عليهم كلام كتير جدا. الونش هيروح فين قبل ما يجدد؟ ساعه ما كان في لجنه معينه لاداره شؤون النادي اتقال ان الونش، والونش طلع كذب وقال لا انا مكمل مع نادي الزمالك، نادي الزمالك فضله عليا وخيره عليا، وده كان امر ايجابي جدا، والناس يعني الونش ده اتشال على الراس، حط فوق الدماغ، ده امر مهم جدا. فمش عايزين الناس تنجرف ورا الشائعات، لان نادي الزمالك هيفضل كده شائعات بتطول الفريق، سواء ماشي كويس او مش ماشي كويس هتلاقي فيه شائعات بتطول نادي الزمالك.